السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي تحلية باردة بطعم القهوة، هذه اللي تشوفوها أمامكم، طبعا لذيذة جدا. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم راح نسوي الحلويات الباردة بطعم القهوة. احتاج لهذه الحلويات، عندي هنا كيك فتتة بهذا الشكل، عندي هنا نشا، حليب، شكر، وقهوة سريعة. عندي هنا بهذا الكوب قليل من القهوة، راح اضيف له مي، ضفت له مي دافي، هذا حتى اشرب بيه الكيك اللي عندي من اخليه بالقوالب. خليها هالشكل واتركها على صفحة. اول شي راح اخذ النشا، طبعا كل كوب من النشا يحتاج لملعقة طعام، العفو، كل كوب من الحليب يحتاج لملعقة طعام من النشا، احتاج ل ملعقة طعام من السكر، السكر حسب يعني انتو تريدين اذا اكثر او اقل، فراح اخلي يعني ملعقة وشوية السكر. اضيف للحليب كوب من الحليب واخلطه، وبعدين اخليه على النار. هذا كوب من الحليب، اخلط هذه المواد كلها الى ان نذوب النشا كله بالحليب، وبعدين راح اخليه على النار اغليه الى ان يثخن. بعد ما انتهيت من تحضير المحلبي شلته من النار، ثخن، شلته من النار، تركته على جهه. هسه راح اخذ الكيك اللي عندي، اخليه بالكوافة او الكلاصات، اي نوع من يعني كاسة، اي شيء متوفر عندك، اخليه شوية كيك. اشرب القهوة اللي عندي، يعني من تشربي قهوة حاولي تضغطين على الأكواب شوية هالشكل، خلي كله يتشرب الكيك بالقهوة بهاي الطريقة. أمسح الجوانب كلها بالكلينس هالشكل، وهنا عندنا إذا صار شوية سحي بالكلينس وخلي. آخذ المحلبي اللي حضرته وخليه فوقه. حلويات لذيذة جدا بطعم القهوة، باردة بالصيف كثير طيبة. هكذا راح اخليها بالثلاجة، اتركها اول شي تبرد، بعدين اخليها بالثلاجة الى ان ما احضر الطبقة الثالثة. هسه عندي الخلطة الثانية اللي راح اسويها بطعم القهوة. اخذ عندي النشا، ايضا ملعقة طعام كبيرة نشا، ملعقة ونصف من الطعام سكر لأنه القهوة بمرارة. بعدين عندي هنا الحليب، عفوا القهوة اللي سويتها وبقت، أضيف لها حليب، أكملها بالحليب، أضيف لها شوية لاخ من القهوة أيضا شكل، واخلط هذه المواد. واضيف القهوة والحليب فوقاته. اخلطهم بس يذوب النشا والشكر، واخليه على النار
بنفس الطريقة إلى أن ما يتقن. طبعاً بعد ما جهزت عندي التحلية الثانية اللي بطعم القهوة، راح أضيفها على الأولانية على الوجه، أخليها على مهل. هالشكل خليتها التحلية الثانية أيضا عليها. أقدر أضيف لها حسب الرغبة، إذا تريدين يعني تريدون من الكيك نفسه أو فستق أو لب جوز، يعني اللي متوفر فهو اختياري. هكذا أخليها تبرد وبعدين أقدمها. هي هذه وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم وتجربوها، وألف عافية، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي بفيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.